مرحبا بكم. ستشاهدون في هذه الحلقة بعض المشاهد المدهشة التي رصدتها طائرات درون. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ طائرات الدرون فعالة في إخماد الحرائق أيضاً. كان ذلك الانفجار قوياً وجميلاً أيضاً. أما هنا فإن الموجات الصادرة عن الانفجار جعلت المشهد أجمل. نحن أيضا نتساءل كيف سيهبط بهذا المنطاد؟ إنه آخر جيل من الصواريخ الفضائية. الآن أصبح بمقدورها الهبوط على الأرض أيضاً وليس الإقلاع منها فقط. ما يحدث هنا هو أن حوتاً ضخماً اخترق الجليد كي يستطيع التنفس. وكأن الطائرة النفاثة سافرت عبر الزمن. لن يتمكن الثعبان من النجاة. مع رافعة بهذه القوة يمكن رفع أي شيء. فقد الطيار السيطرة على المروحية، لكن الهبوط الاضطراري كان ناجحاً. قليلون بإمكانهم تأدية عملهم على هذا الارتفاع. ربما اعتاد الطيار على قيادة الطائرات المقاتلة. أنهى الانهيار الثلجي مغامرتهم. الانهيارات الصخرية تشكل تهديدا حقيقيا لسكان المناطق الجبلية. طائرة درون غير مرحب بها في هذه المنطقة.
هذا الإقلاع الجماعي يعني أن الطائرات ستقدم عرضاً رائعاً. هذا ليس حادثاً، سيتم الاعتماد على التيارات المائية لنقل تلك الأخشاب نحو وجهتها. نأمل أن يجد السائق طريقاً يأخذه بعيداً عن هذه الحمم البركانية. لهذا يجب إبقاء خطوط الكهرباء بعيدة عن الأشجار. ما الذي يحدث لهذه المروحية؟ شاركونا بتعليقاتكم. أصبح هذا البرج رسمياً خارج الخدمة. تزويد طائرة نفاثة بالوقود أثناء الطيران هي مهمة صعبة حتى بالنسبة لأمهر الطيارين. بهذه الطريقة لا يجد المزارعون صعوبة في التحكم بحركة أفراد القطيع. هل يمكن لأحدكم تفسير هذه الحركات الدائرية؟ ركوب الأمواج هي الهواية المشتركة بين البشر والدلافين. هنا يتم الاعتماد على طائرة درون مزودة بكاميرا حرارية للبحث عن الثعابين. ما ترونه الآن هي صورة علوية لحفرة عميقة في الأرض، وربما تكون ناتجة عن تصادم نيزك كبير مع الأرض. هذا ما يحدث لعجلة الدراجة النارية عند التسارع. هذا ما يحدث حين تتعطل مكابح شاحنة وهي تتحرك بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. Thank you.
أصبح الاقتراب من فوهات البراكين سهلاً بفضل طائرات درون. إنه اختبار لقياس مقدار قوة دفع هذا المحرك النفاث. يمكن استخدام هذا المدفع لتجفيف المستنقعات أو رفع مستوى الماء فيها. هل يمكنكم صعود السلم في مثل هذا الوضع؟ وضعه الصحي لا يمنعه من ممارسة هوايته المفضلة. نعتقد أن هذا الأيل قادر على الطيران. نظام الكبح لدى هذا الحصان يعمل بكفاءة. إنه واحد من أضخم الكائنات التي تعيش في أعماق البحار. أصبحت السفينة الضخمة جاهزة للإبحار. هبوط هذه الطائرة الضخمة وسط الرمال مدهش. كانت ركلة مباغتة من التيس. ما الذي انفجر تحت الماء حسب رأيكم؟
يبدو الأثر الناتج عن حركة المروحيتين جميلاً. الآن أصبح بمقدورنا رؤية عشاش طيور اللقلق عن قرب. رغم خطورة الطرق الجبلية إلا أنها فائقة الجمال. لهذا المبنى قيمة تاريخية مهمة، لذلك وجد المهندسون طريقة لنقله بدل هدمه. هذا المشهد الجميل من أحد الأسواق الشعبية المخصصة للورود في الصين. تقع هذه المنارة على ساحل مقاطعة كانتابريا الإسبانية، والوصول إليها يتطلب صعود سلم مكون من 700 درج. هذا المسبح مزيج بين جمال الطبيعة والهندسة المعمارية الحديثة. تم عرض هذه الأعمال الفنية الضخمة في عديد مدن العالم من أجل لفت الانتباه نحو بعض القضايا الاجتماعية المهمة. التزلج على الرمال هي رياضة مشابهة للتزلج على الثلج، لكنها تبدو أكثر إثارة. حسب العلماء، فإن الشلال الذي ترونه الآن يصل عمره إلى 160 مليون سنة، وهو من أقدم الشلالات على وجه الأرض. يصعد السياح عبر 9000 درج للوصول إلى هذه المعابد أعلى جبل فان كينغ في الصين. يبدو هذا وكأنه تم تصويره على كوكب آخر غير كوكب الأرض. لدينا هنا لوحة فنية طبيعية. العمل في هذا المكان على حافة السد يتطلب الكثير من الشجاعة. هذا الحاجز المتحرك يجعل توسيع الطريق سهلاً أثناء الازدحام المروري. هذا ما يبدو عليه تساقط الأمطار الغزيرة من بعيد. تلك السيارة أشبه بتحفة فنية، يجب نقلها بحرص شديد. شنت الطيور هجوماً على شباك الصيد.
أظهر الفنانون مهاراتهم على جدران هذه البناية. تحظى منطقة شينونغيا الجبلية في الصين بشهرة كبيرة بسبب جبالها الصخرية المسطحة. شارك 1000 شخص في هذا العرض الجميل. المناطق الجبلية الصينية فائقة الجمال خلال فصل الربيع. لا تختلط المياه هنا بسبب اختلاف نسبة ملوحتها. يتم تنظيم هذه الانفجارات في نهاية فصل الشتاء لتسهيل ذوبان الأنهار. إنها طريقة جديدة لتنظيم حركة المرور شرط أن يحترم السائقون القانون. القفز المظلي تجربة رائعة. هل تعتقدون أنه هيكل عظمي حقيقي؟ إنها مغامرة طيران خطيرة، لكن من الواضح أنه معتاد على الأمر. ثوران البراكين هو مشهد مألوف بالنسبة لسكان هاواي. تسبب ثوران هذا البركان بإجلاء أكثر من 2000 شخص نحو مناطق آمنة. قد يخاف القط في البداية، لكنه سيعتاد الحصول على طعامه بهذه الطريقة. إنه موقف مرعب على الرغم من أن القروش لا تهاجم البشر إلا إذا شعرت بالتهديد. تظهر هذه الحفر الغريبة في أرجاء مختلفة من كوكبنا. هذه الحفرة مثلاً قطرها 25 متراً، وقد ظهرت في ولاية يوتا الأمريكية، والسبب وراء ظهورها ما زال مجهولاً. من الجميل مشاهدة هذا العدد الهائل من طائرات الدرون وهي تنطلق نحو السماء في نفس الوقت. العمل الجماعي هو السر وراء تحرك هذه القوارب بسرعة.
إنها معركة بين الطبيعة والتكنولوجيا الحديثة. انهارت القاعدة قبل بناء الجسر. سترغبون بالتخييم في هذا المكان المرتفع. يستمتع المظليون برؤية العديد من المشاهد الرائعة. يتناول الحوت الأزرق 4 أطنان من الطعام يومياً، ولفعل ذلك يقوم بترشيح 100 طن من المياه بواسطة فمه. إنها مشاهد جميلة لالتقاء الحمم البركانية الساخنة مع مياه البحر الباردة. إنه مشهد رائع لمجموعة من القنوات المائية المتفرعة. أصبح الشلال أجمل مع الرياح القوية. شلال ديتيفوس في أيسلندا هو أقوى شلال في أوروبا. إنه واحد من أجمل المشاهد التي تم تصويرها للحيتان. شلالات ديمانتينا من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في البرازيل. حصل هؤلاء على فرصة لمداعبة الحيتان. التزلج على الثلج من الرياضات الممتعة والخطيرة في نفس الوقت. إنه مشهد جميل للزرافات من الأعلى. إنها تدريبات للأقوياء فقط. هذا المكان ليس من كوكب آخر، بل إنه على كوكب الأرض. إنه ينبوع آيكن المتواجد غرب الصين، وقد حصل على اسم عين الشيطان بسبب مظهره المشابه لمظهر العين، ولونه الأحمر الناتج عن ارتفاع نسبة الكبريت في الماء.
تم تصوير المشهد الذي ترونه الآن في أحد الأنهار المتجمدة في ألاسكا، من غير المعروف ما إذا كان ثعباناً ضخماً أو وحشاً أسطورياً. لم يجرؤ أحد على الدخول إلى الماء للتعرف على نوع ذلك الكائن الذي اختفى لاحقاً فجأة، ولذلك فإن الحقيقة تبقى مجهولة. في هذا المشهد نرى كيف تجمعت الأسماك في مكان واحد وبدأت التحرك في مسار دائري، ربما فعلت الأمر لإخافة المفترسين وإبعادهم عنها. قد يبدو أنه رجل عادي ويتجول في غابات ألاسكا، لكن عند تكبير المشهد سترون أنه كائن ضخم ويشبه البشر، والفرو يغطي جسمه. لسوء الحظ لم تستطع الطائرة الانخفاض أكثر للحصول على صورة أكثر وضوحاً. هذا المشهد يصعب تفسيره. ذئب يلاحق كائنا غريب الشكل وسط الشارع. حاول الكائن الاختباء في حاوية القمامة، لكن من الواضح أن رائحته جذبت الذئب. قد يقول البعض أنه مقطع فيديو مزيف، لكن كثيرين يرونه أنه حقيقي. يربي الكثير من المزارعين الإوز للاستفادة من لحومها وبيوضها، لكن من النادر أن نرى هذا العدد الهائل من الإوز في مزرعة واحدة. نحن الآن نتساءل كيف يتمكن المزارع من التحكم في هذا القطيع؟ المياه المتدفقة جميلة أحياناً ومرعبة في أحيان أخرى. هنا نرى كيف تتدفق المياه بقوة من هذا السد في تشيلي، وذلك لتجنب فيضان السد بعد الأمطار الغزيرة. لم يكن بمقدورنا الحصول على هذا المشهد من الأعلى لولا طائرات الدرون. أثناء تصوير الدلافين تفاجأ المصور بهذا المشهد الغريب. هنا يبدو الدولفين وكأن لديه ذراعان. ما الذي يظهر في هذا المشهد حسب رأيكم؟ هل هو كائن بحري عادي؟ أو أنها حورية بحر؟ حاصرت المياه هذا الكلب من كل جهة، حتى القوارب لم تستطع الوصول إلى هناك. تبين أن الكلب قادر على السباحة لكنه لا يعرف الطريق نحو اليابسة، ولذلك تم استدراجه بواسطة قطعة نقانق معلقة بطائرة درون. لابد أنكم سمعتم عن منطقة تشيرينوبل التي تعرضت لكارثة نووية. تم تصوير هذا المشهد المرعب هناك. إنه أيل يركض بين الأشجار بدون رأس، ربما أصيب بطفرة وراثية جعلت جسده ينمو بدون رأس. لكن حتى وإن كان ذلك صحيحا، فمن الغريب أن يركض دون أن يصدم الأشجار رغم أنه لا يرى. لا ترحب التماسيح بالدخلاء، وخاصة إذا كان الدخيل عبارة عن طائرات الدرون ضخمة. وبما أن التماسيح يمكنها القفز لبضعة أمتار فوق الماء، فإن صيد طائرة الدرون ليس صعباً بالنسبة لها.
إذا شعر كلبك بالملل فعليك أخذه في نزهة، وذلك لا يعني المشي فقط بل الطيران أيضا. هذا الشاب قرر أن يسحب كلبه في رحلة جوية بواسطة طائرة درون ضخمة، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعا. تعطل جهاز التحكم وفشل الشاب في إنزال كلبه إلى الأرض. وبما أن التصوير توقف هنا فلا أحد يعرف ما حدث بعد ذلك. طائرات درون يمكنها أحياناً إنقاذ حياة الإنسان. هنا نرى كيف تمت الاستعانة بطائرة درون وكاميرا مخصصة للرؤية الليلية للعثور على طفل تائه وسط الغابة. بقي الطفل تائهاً وسط الغابة لعدة ساعات، وبمجرد تلقي الشرطة بلاغاً بما حدث تمت الاستعانة بطائرة درون للبحث عنه، والنهاية كانت سعيدة. هنا لدينا موقف آخر يؤكد أن طائرات درون ليست مجرد لعبة. هذا الرجل عالق هنا منذ بضعة أيام ولم يستطع تخليص نفسه. تم تحديد موقعه بواسطة طائرة درون، وبعد ذلك توجه رجال الإنقاذ نحوه لمساعدته. في سبتمبر من العام 2021 تم تسجيل حادثة مماثلة حين تاه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في غابات سيدني بأستراليا. شارك 600 شخص في عملية البحث، وبعد مرور 3 أيام لم يتم التوصل لأي نتيجة. حينها قرر المسؤولون الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وقد احتاجت طائرات درون لبضع ساعات فقط للعثور على الطفل. بعض المزارعين لا يحبون تواجد الدخلاء في مزارعهم حتى وإن تعلق الأمر بطائرة درون، ولذلك حرص هذا المزارع على إسقاط الطائرة التي اقتحمت مزرعته. هذا المشهد يفسر لنا لماذا تعيش النساء لفترة أطول من الرجال. قرر هذا الرجل تسلق برج توربين طاقة الرياح والجلوس على ارتفاع 80 متراً. يقال أن هذا الرجل هو كاهن قرر الانعزال عن العالم وقضاء بقية حياته هنا، وأحياناً يتم إرسال طائرات درون للاطمئنان عليه. حاول هذا المهرج استخراج شيء ما من تحت رمال الشاطئ، لكنه أصيب بالذعر حين لاحظ وجود طائرة درون فوقه. حاول رمي بعض الأغراض نحوها لإسقاطها، لكن محاولته لم تنجح. القصة لا تنتهي هنا، حيث أن المهرج لمح رجلاً على الشاطئ وقرر مهاجمته، لكن الرجل استطاع الدفاع عن نفسه. هذا المشهد غريب جداً. أراد مصور ياباني تصوير أحد الأنهار بواسطة طائرة درون، والنتيجة مثيرة للدهشة. كائن يشبه حورية البحر يسبح ببطء على طول النهر. إذا كانت حوريات البحر موجودة بالفعل فهذا الدليل يؤكد لنا أنها لا تعيش في البحار فقط. هنا رصدت طائرة درون حورية بحر أخرى تسبح وسط البحيرة،
وتعتقد أن لا أحد يراها. ربما تكون هذه المقاطع دليلاً على وجود حوريات البحر. هنا لدينا مشهد آخر تم تصويره على سواحل كاليفورنيا في عام 2016. ما جعل هذا المقطع مثيراً للجدل هو حركة الدلافين والآثار التي تركتها على الماء، والتي توحي بأن تلك الكائنات تسبح بواسطة ذراعين مثل البشر، ربما يكون خداعاً بصرياً فقط. أثناء تصوير المحيط رصدت طائرة درون جسماً غريباً تحت الماء. في البداية قد تعتقدون أنها فقمة أو سمكة ضخمة، لكن عند صعود ذلك الكائن إلى السطح ستلاحظون أن لديه ذراعين مثل الأذرع البشرية. هل يمكن أن يكون مخلوقاً فضائياً؟ شاركونا برأيكم من خلال التعليقات. أراد أحد المزارعين تجربة طائرة الدرون التي اقتناها حديثاً، وتفاجأ بوجود هذا المهرج وسط حقل الذرة. بعدها هرب المهرج مسرعاً واختفى وسط الأشجار الكثيفة. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.